كيفاش تأكتيفي حسابك في سياش موبيل فين ما كنتي وفوق ما بغيتي؟ سهل، ما عليك غير تدخل تطبيق سياش موبيل، كليكي على اكتيفاسيون. في المرحلة الأولى اللي هي ايدنتيفيكاسيون، غادي خصك تدخل 7 الأرقام الأولين ديال رقم الحساب ديالك، متبوع برقم الهاتف اللي عطيتي للبنك فاش فتحتي حسابك. إلا كنتي بدلتيه غادي خصك توجه للوكالة ديالك. ضغط على سويفون، غادي توصل بكود باغ اس ام اس، دخلو وضغط على سويفون. في هذه المرحلة مطلوب منك تختار الرمز السري ديالك وتكونفيرميه بإعادة إدخاله مرة أخرى، ثم تضغط على سويفون. من بعد اختار السؤال السري والجواب ديالو اللي يمكن يساعدك في حالة ما نسيتي الكود ديالك، وكليكي على فاليدي. هكذا غادي تكون أكتيفيتي حسابك سياش موبيل بطريقة سهلة.